المطبخ الإيطالي يتميز بالغنى، فجذوره تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد. الشيف رونالدو لوكاتيلي يقدم لنا فلسفته من خلال طبق سمك السيباس الخاصة بمطعم لوكاتيلي في منتجع أتلانتس النخلة دبي. إليكم تفاصيل هذه الوصفة مع اقتراب شهر رمضان المبارك في ظل التزام البقاء في المنزل. لطبق سيباس انترست بالليمون والبرتقال. نجهز العجينة الهشة أو الكراست من الدقيق والكثير من الملح وبياض البيض وبعض الليمون والبرتقال، لذلك نرى هذا اللون البرتقالي الجميل. لدينا السمكة جاهزة، نتبلها بقليل من زيت الزيتون فقط لأن الملح موجود في العجينة. نوزع زيت الزيتون بشكل متساو على السمكة، وهنا نضع السيباس على العجينة المفرودة ثم نغطيها بالطبقة الثانية من العجين. نحكم إغلاق العجينة بهذه الطريقة ونحاول عدم ترك أي هواء في الداخل، ولكن ليس بطريقة مفرطة حتى يسهل تقطيع الأطراف حول سمكة السيباس. ثم نغطيها بقليل من البيض المخفوق حتى يعطيها لونا جميلا. الآن نحن جاهزون لوضع الطبق في الفرن. ممتاز، السمكة جاهزة. ما سنقوم به هو قطع الطبقة العلوية وقلبها.